هاي، نسمع كثير عن التيمورك واهميته بمجال العمل وكمان الرياضه. علميا العمل الجماعي بيأثر على اداء كل فرد من افراد الفريق وعلى معنوياته. القلق قبل اي موعد عاطفي، امتحان، خطاب او مباراه ممكن يأثر على اداء الشخص. علميا كمان اثبتت التجارب انه التلاميذ بيحققوا نتائج اعلى بفحوصات العلوم لما بيتباروا ضد بعض بفرق اكثر من لما بيتباروا كافراد. لاعبي الهوكي مثلا بيلعبوا ضمن فرق، التيم ورك بيساعدهم لينجوا مستويات اعلى من الاوكسيتوسين او هرمون الترابط يلي بتعطي شعور بالتعاطف والثقه وبتعلي المعنويات. بالوقت ذاته القلق من المقارنه والمسؤوليه اللي بيحملها الشخص تجاه الفريق بيكبروا بالعمل الجماعي، ولما بيجتمع هالقلق مع المعنويات العاليه بيكون الجهد اكبر والاداء افضل. مين قال انه اللبنانيه لازم يشتركوا اكثر كفريق او كافراد بالالعاب الاولمبيه وغيرها؟ انا قال، بشوفكم بكره.